استنكر مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية قيام قوات جيش الاحتلال بإيقاف قافلة إجلاء طبي في مدينة خان يونس بجنوب غزة. هذا وأضاف المكتب في بيان له اليوم أن الواقعة حدثت الأحد الماضي أثناء إجلاء 24 مريضا من مستشفى الأمل بخان يونس، حيث أجبرت قوات الاحتلال المرضى والموظفين على الخروج من سيارات الإسعاف واحتجزت مسعفا وأجبرت الآخرين على خلع ملابسهم. ونبه البيان إلى عدم كفاية التسهيلات اللازمة لتوصيل المساعدات في جميع أنحاء قطاع غزة، ما يعني تعرض العاملين في المجال الإنساني إلى الخطر الغير مقبول.